أكد فيصل بن سمرة رئيس اتحاد الحراش على أنه يضع ثقته المطلقة في المدرب بوعلم شرف رغم أو يونس افتسان رغم تسجيله لهزيمتين مع الفريق، مبرزا بأنه من غير معقول تغيير مدرب بعد كل هزيمة. قابلتين هادو معني احنا رانا نشوفوا باللي فيه خدمه كبيره ما بين المقابله والثانيه، كان فيه تحسن كبير. ما راناش مقلقين على النتائج، ما راناش مقلقين على النتائج. انا بيرسونيل ما راني كونفيون، ان شاء الله راهم جايين النتائج. يعني حتى الخدمه بدات تبان. دونك ما فيهش مشكل تاع مدرب، عمره ما كان في الحراش وما هوش رايح يكون.